ممكن تلعب 8 في وسط الملعب على اساس تكمل بشكل كويس. هو الـ مع كابتن ايهاب لا ما جربتش الحقيقه، بس مع مستر فاير جربني فيها فعلا. يعني ماتش جربني فيها ولا في ماتش بينا اول ما رجعنا عملنا ماتش بينا الميكس ده. عملنا ميكس كده بينا وبين بعض. لعبت 8 والحمد لله. هو اتفاجئ اصلا من يعني فعلا طريقه الدفاع بتاعتي. انا انت بتعرف يعني تدافع بقى يعني. يعني والله العظيم بجد يا جدع انا بعرف ادافع جدا يعني جامد جدا يعني. لو في احصائيات كابتن ايهاب كان بيعملها لنا بعد كل ماتش يعني بفضل الله كنت من اكتر الناس اللي بقطع الكرات. بس طبعا الناس واخده